السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح استعرض لكم فيه جهاز نينتندو سويتش او ال اي دي بعد الاستخدام. فيلا لا نطول في مقدمه، بس قبل ان نبدا لا تنسى تتابعني في حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي. تابعني في سناب شات وتويتر، اسوي يوميات واتفاعل كثير هناك مع المتابعين. وبس يلا خلونا نبدا. طيب طبعا زي ما وعدتكم، استعراض جهاز نينتندو سويتش OLED بعد الاستخدام مدة تقريبا أسبوعين. أنا صورت هذا المقطع مع الأسف في الرياض، لكن مع الأسف طلع الصوت فيه مشكلة، لأن المايك اللي خدته معي كان الحساسية فيه مرة عالية، فكان لاقط صوت اللابتوب ومروحة اللابتوب اللي هي كانت جنبي، فكان صوت سيء جدا، لكن مو مشكلة، يعيد لكم استعراض مرة ثانية. طبعا زي ما تعرفون، جهاز نينتندو سويتش OLED نزل قبل أسبوعين تقريبا في يوم 8 أكتوبر. الجهاز اللي تغير فيه أكبر التغييرات اللي صارت فيه طبعا تغييرات المحمول. ما صار فيه أي تغيير من ناحية الدوك أو أنك تركبه كجهاز منزلي وتلعب فيه على التلفزيون. طيب خلونا نخش على طول على المميزات والعيوب. طبعا من أول وأكبر وأفضل المميزات اللي هي شاشة OLED اللي موجودة في النينتندو سويتش. شاشة OLED شاشة رائعة جدا. فزي ما قلنا، الشاشة اللي فيه في الجهاز شاشة OLED شاشة رائعة جدا جدا جدا، مستحيل مستحيل أو فيها حقها في استعراض في الكاميرا، غير انك تجربها بنفسك وتشوفها على الطبيعة. شاشة رائعة جدا، شاشة في قمة الروعة. يعني الالوان فيها تشوف الوان، انا قاعد العب الالعاب الثانية اللي عندي، قاعد اشوف الوان اول مرة اشوف الالوان هذه الجمال هذا في الالعاب هذه. طبعا الفضل يعود للشاشة OLED. غير ان الشاشة OLED وفيها هذه المميزات كلها، طبعا كبروا الشاشة فصارت أكبر من السويتش العادي، لكن ما غيروا في الحجم، لأن غيروا بس الأطراف السوداء اللي كانت كبيرة في الجهاز القديم، خلوا هنا الأطراف السوداء أصغر شوي، فوسعوا الشاشة بدون ما يخلون بحجم الجهاز. طبعا برضو ميزة متعلقة بالشاشة OLED اللي هو الإضاءة. الآن الإضاءة ما أقول إنها أقوى أو أفضل، لكن تعطي رؤية أفضل تحت النور. لما تلعب في الشمس مثلا في السويتش القديم باليالة تشوف، يدوب إنك تشوف، لكن مع السويتش الجديد رغم إن الإضاءة ما هي بعالية مرة، ما هي جهورية، لكن معطية قوة للألوان، تقدر تشوف من تحت الشمس بشكل ممتاز جدا. طيب في ميزة ثانية موجودة في نينتندو سويتش، نينتندو نفسهم ما ذكروها، أنا راح أذكرها. البطارية حقت نينتندو سويتش القديم كانت 3500 تقريبا ملي أمبير. النينتندو سويتش OLED بطاريته 4200 تقريبا، أكثر ب 700 ملي أمبير كحجم، فأكبر بطارية في نينتندو سويتش OLED أكبر، وبرضو استهلاك البطارية في الجهاز أعلى من او افضل، خلينا نقول استهلاكه افضل او اقل من نينتندو سويتش القديم. فبطارية اكبر واستهلاك اقل، فمعناها عمر بطارية اعلى، يفوز فيها نينتندو سويتش OLED كجهاز محمول. طبعا لما تلعب فيه كمحمول تضاف الى ميزات الجهاز. طبعا الميزات الثانية اللي ما احس انها فارقت بشكل كبير، اللي هي ذاكرة 64 جيجا بدل 32 مدمجة داخل الجهاز. زي الجهاز القديم برضو كانت مدمجة، أنا لما فتحت الصندوق ذكرتنا كانت ممري، ذاكرتي ما كانت معاي، لكن ذكرت الحين ذكروني الشباب برضو أنها كانت مدمجة. فالذاكرة دبل 64 جيجا، لكن بالنسبة لي ما تفرق بشكل كبير، لأن عندي ذاكرة ممري 400 جيجا، ف صار عندي 460 جيجا في الجهاز كذاكرة. فتعتبر مع الميزات، خصوصا للي ما عنده يعني فلوس كثيرة يشتري فيها ذاكرة، ف 64 ممتازة
يقدر في يحمل فيها العاب اكثر او دبل او ضعف العاب اللي كان يحملها على نتندو سويتش العادي. وميزه اضافيه برضو اللي هو الستاند هذا اللي تكلمنا عنه من قبل اللي هو حق متعدد الاستخدام او متعدد الاتجاهات، تقدر تحطه في اي اتجاه تبغى، موجود برضو تكلمنا عنه في فتح الصندوق حق الجهاز. طيب خلصنا من المزايا، ندخل في العيوب. يلا ندخل في العيوب. طبعا العيب الاول والاوحد والاكبر زي حقه الميزه الاوحد اللي هي الشاشه، العيب الكبير في الجهاز كون انه محمول، ويعني يستخدم بشكل كبير للمحمول ومصمم انه يكون محمول. شاشته مسواه انها تكون للمحمول اكثر من انها تكون تنحط على الدوك. الجهاز ثقيل جدا، الجهاز جدا جدا ثقيل، يعني نفس ثقل الجهاز القديم اذا ما كان ثقل شوي، يعني يوجع اليد في اللعب اذا مسكته بشكل كبير وانت تلعب فيه كمحمول، راح يوجع يدك. طبعا ليش حطيتها عيب؟ لان انا عندي نينتندو سويتش لايت الصغير، بالمقارنه مع نينتندو سويتش لايت، السويتش لايت خفيف جدا 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 خفيف، ما تحس فيه بيدك. ما اعرف اذا كانت التقنيات اللي تحتاج انه يكون في السويتش عشان يكون يدخل في الدوك او يشتغل في التلفزيون بهالثقل، ما اتوقع، ممكن انه يتخفف ويصير اخف من كذا، لكن الجهاز جدا ثقيل، المفروض يكون اخف من كذا. عيب ثاني برضو على نينتندو سويتش OLED، او خلنا نقول ما فرق شيء، ما فرق جدا، اللي هو فتحت الايثرنت او الانترنت اللي في الدوك علشان تشبك فيه في المودم مباشرة. جربت العاب اونلاين بالدوك، وجربت العاب اونلاين بدون الدوك وايرلس، نفس الشيء حرفيا، ما تغير ولا شيء، ما اضاف لي ولا شيء اني اشبك النينتندو سويتش بالدوك واشبك فيه كيبل الانترنت او الايثرنت مباشرة مع المودم، ما فرق ولا شيء. وبس كان هذه المميزات والعيوب لجهاز نينتندو سويتش. الآن راح أجاوب على السؤال اللي كثير منكم يسأل عنه، هل يستحق أني أشتري نينتندو سويتش OLED أو لا؟ طيب أنت أكيد واحد من اثنين، أما أنك عندك نينتندو سويتش العادي أو أنك ما عندك نينتندو سويتش. إذا ما عندك نينتندو سويتش العادي فأكيد وطبعا روح مع نينتندو سويتش OLED، أفضل بكثير من سويتش العادي، وكسعر ما يفرق كثير خصوصا في سوقنا، كسعر ابدا ما يفرق كثير. لكن اذا انت عندك نينتندو سويتش العادي، هل ترقي للاو ال اي دي او لا؟ برضو يعتمد على شيئين، اما انك تلعب بالمحمول كثير او انك تلعب بالدوك كثير. اذا انت تلعب بالدوك كثير ما اشوف اي فائده انك تشتري نينتندو سويتش او ال اي دي، انك ما راح تستفيد منه ابدا، ما راح تستفيد من اي ميزات منه الا بس الذاكرة، وما أشوف الذاكرة تستاهل تدفع عليه قيمة جهاز كامل، اشتر لك ذاكرة أفضل لك. أما إذا كنت تلعب بالسويتش بشكل محمول بشكل كبير مثلي، فنينتندو سويتش OLED راح تكون ترقية جدا ممتازة، راح تشوف ألوان يمكن أول مرة في حياتك تشوفها. أنا يعني مريت على أشياء قد لعبتها من قبل، توني أعرف أن لونها أسود، كانت لونها رمادي في الشاشة القديمة، فيوريك اللون الأسود بلونه الحقيقي الفعلي، غير اللون الرمادي اللي يكون باهت بسبب الأنوار اللي موجودة في الشاشة القديمة. فبس يا شباب، كان استعراضنا المبسط بعد الاستخدام لنتندو سويتش OLED، وجاوبت عليه على السؤال المهم اللي هو هل أشتري أو لا. فبس كان مقطع اليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى يا عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما أنا استمتعت بالصناعة. نشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام.